سلام أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سأقدم لكم رسم جسم المانغا بشكل حسابات، لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، والإعجاب طبعا بالفيديو إذا أعجبك الفيديو. لذا ركز معي كثيرا، اليوم سيكون درس مهم جدا لكي تعلم أين يقع خصر الأنيمي، أين يقع الأرجل إلى غير ذلك، لأن هذا الفيديو طلب مني كثيرا. لذا فأنا متحمسة كثيرا كثيرا لأفعله. أول شيء سنعلمه بالنسبة للأنيمي، فجسد الأنيمي سنقسمه إلى 6.5 قسم، بحيث أن جسد الإنسان العادي يقسم إلى 8 أقسام، وأول قسم سيتشكل من رأس الأنيمي. لذا سنلاحظ أن رؤوس الأنيمي أكبر من رؤوس الإنسان، لأن طبعا رأس الأنيمي يأخذ تقريبا سدس الجسم، في حين أن رسم الإنسان العادي رأسه يأخذ فقط ثمن الجسم. لذا كما ستعلمون أرسم خط طوله تقريبا 12 سنتيمتر أو أقل على ما تحبون، وتقسم هذا الخط إلى 6.5 جزء، وكل جزء لديه مثلا سنتيمتر، والجزء الأخير فيه فقط 0.5 سنتيمتر. هكذا الآن سأرسم لكم أنيمي فتاة، بعد ذلك إن شاء الله في فيديو قادمة أرسم مذكر إذا أردتم، وأرسم أنيمي صغيرة. هذه الفتاة التي سأرسمها سيكون متوسط عمرها 16 سنة 18 سنة، لأن الأنيمي يتقسم إلى 3 أقسام: الأنيمي الكبيرة، الأنيمي المتوسطة، والأنيمي الصغيرة التي تكون فقط طفلة. سأضع لكم صورة هنا لكي تعلمون الفرق. إذن أول شيء أرسم الوجه، وهنا لكي لا يكون الفيديو طويل بالنسبة لكم من الشرح، سأستمر بالشرح على طريقة الكتابة أو الكتابة، وأترككم مع الفيديو.